كل بيت عشان يقوم محتاج طوب وحديد وسقف وشباك، وعشان الحياة تدخل البيت بيحتاج لفرش وأكل وشرب ونور وإنترنت. وكل أسرة سعيدة وناجحة وراها أم عظيمة عاشت كل حلم في البيت من قبل ما يكون موجود، ولحد ما بقى مش مجرد بيت، بقى عالم كبير ورا كل بيت أم حلمت وتعبت علشان تصنع كل لحظة حلوة فيه. عشان كده تي ايديتا قررت تحتفل بكل قصة بيت وراها أم. اعمل شير للفيديو عندك واكتب لنا قصة ليك مع مامتك، او اكتب لها كلمة من قلبك، وما تنساش تكتب هاشتاج ورا كل بيت عظيم أم. وتي ايديتا هتختار 3 يكسبوا معانا ايفون 7، ومش شرط تكون قصة كفاح او كلمة ملهاش مثيل، المهم تكتب من قلبك، لأن كل كلمة بتكتبها بتوصل لقلبها.